السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية طبعا بشكر يعني صديقي وأخويا العزيز أستاذ دكتور عصام بديوي و يعني اللجنة المنظمة للمؤتمر بتاع الإيجو على هذه الدعوة الكريمة. المحاضرة بتاعتنا النهاردة على اللوكو ريجونال اندوسكوبيك ثيرابيز في الكولانجيو كارسينوما. طبعا دي الاجنده بتاعتي، والكولانجيو كارسينوما دي اول مره اتوصفت بالراجل اسمه دوران فردال سنه 1840، وطبعا حضراتكم عارفين ان هي طالعه من الكولانجيو سايت سواء انترا هيباتيك او اكسترا هيباتيك بيلياري 3. والسبب بقى اي كرونيك انفلاميشن في الكولانجيو سايت، 40% من حالات الانترا هيباتيك بتبقى مش عارفين لها سبب. اشهر سبب بريديسبوز طبعا للملاجنس هو البرايمري سكليروزنج كولانديتس، وطبعا عندي كونديشنز تانية كثيرة زي الهيباتوبيليري فلوكس والبيليار انتريك درينج والسيروزز والهيباتيتس وما الى ذلك. كل دي اسباب يعني ممكن تبقى بريديسبوز للقصه دي. كلاسيفيكيشن اكوردنج لمكانها ايه؟ الانترا هيباتيك اللي هي جوه، اللي هي بتبقى بالظبط بتشخص على انها هيباتيك كارسينوما وبتيجي بس ماس ليجن وفي الاخر بنكتشف انها كولانجيو. او الاكسترا هيباتيك، ودي بتتقسم لنوعين، نوع اللي هو الديستال اللي هو بيبان على شكل الديستال ستريكشر، والناس بتشخصه في الاول على ان هو امبوليري تيومر او على ان هو كانسر بنكرياس. واشهر شهير اللي هو بيمثل حوالي 70% من الحالات اللي هو الكلاتسكن تيومر او البري هايلر تيومر، وده اللي بيتقسم بالتقسيمه بتاعت البيزموس كورليت كلاسيفيكيشن من تايب 1 لتايب 4، زي ما طبعا حضراتكم يعني عارفين اكوردنجلي هو يعني بلو الكونفلونس ولا عند الكونفلونس ولا رايح للرايت داكت والليفت داكت ولا الاثنين ولا كمان مالتي سنتريك اللي هي تايبس من واحد الى اربعه. ليه بنقول الكولانجيو كارسينوما دي حاجه وحشه والعياء والدكتور بتاع الجي اي لما يعرف ان العيان كولانجيو بيتضايق جدا؟ لانه دايما في هاي مورتاليتي وليت برزنتيشن، الفايف يير سرفايفل تقريبا 5% والميديان سرفايفل من 3 ل 9 شهور، يعني الافريج بتاعنا بنتكلم في 6 شهور فقط. بيموتوا ازاي؟ بيموتوا بالبيجا ريسبسز او الكولانجيتس، اللي هو طبعا بيبقى اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نعمل لهم درينج عن طريق الستينتينج سواء بيركوتينيوس او اندوسكوبيك، وطبعا عن طريق البيلي ريابليتيف ثيرابي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. طبعا حاجات تانيه زي الليفر سيل فيلير والكواجيليشن والهيموريج اللي بتحصل في عيانين الكولانجيو كارسينوم. إذن زي ما حضراتكم خدتوا بالكم انه الاندوسكوبيك ثيرابي او اهم ثيرابي قائم على فكره الدرينج، ده التارجت بتاعي ان انا ادرين اكتر من 50% هيباتيك فوليوم عن طريق البروسيسز اللي انا هنعملها دلوقتي، سواء كانت ستنتنج وده مش هنتكلم عنه او اللوكو ريجونال ثيرابيز اللي هنتكلم عنها. والمهم ان انا ادرين اكتر من اثنين سيكتورز، لان هو اناتوميكلي وسيرجيكلي الليفر بيتقسم الى هذه السيكتورز زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم، الى اربعه سيكتورز لوحدها: رايت بوستيريور سيكتور ورايت انتيريور سيكتور والليفت لاترال سيكتور والميدل سيكتور. المهم الابروتش للعيانين دول، هنتكلم على العيانين بتوع البري هايلر او الكلاتسكن تيومر، لانه زي ما قلنا انه العيانين الانتر هيباتيك دول عاده بيتعالجوا على انهم كانهم شبه الهيباتيك كارسينوما، والعيانين الديستال دول بيتعالجوا كانهم كانسر بنكرياس بالطرق المختلفه. طبعا عندنا يعني يا اما نعمل ريسكشن اللي هو رايت اور ليفت هيباتكتومي اكوردنج للبيزنس بتاعهم ونتيجه اللاك اوف فاسكولار انفولفمنت في الكونترالاترال سايد، وساعات بيزودوا الهيباتيك فوليوم علشان خاطر يسيب وريزيرف كويس عن طريق ان هم بيعملوا بورتال فين امبوليزيشن عشان يعمل هايبرتروفي في هذا اللوب يعني او هذا السايد. وطبعا مهم جدا ان الكلام ده يتعمل اندر امبريلا اوف ان انت عامل بيلياري دي كومبريشن علشان خاطر ما يحصلش اي مشاكل. الطريقه الثانيه انا ممكن طبعا نعمل ترانسبلانتيشن بالناس في العينين اللي عندهم ماس ليجن في الكروس سيكشن الايمرجنج وعندهم طبعا ايفيدنس اوف مالجنسي ويبقى الاستيتس بتاعهم يسمح بذلك، وطبعا ده اوت اوف السبيكترم بتاع المحاضره بتاعتنا فمش هنضيع وقت في هذا الكلام. دي التقسيمه بتاعت اللوكو ريجونال ثيرابيز في الكولانجيو كارسينوما اللي يهمنا مننا منها اللي هو الربع ده،
على الاندوسكوبيك ثيرابيز، بالذات البراكي ثيرابي، فوتو دايناميك ثيرابي، وراديو فريكوانسي ابليشن، وبيليار ستنتنج. ده مش يعني مش هنتكلم عنه. اول حاجه البراكي ثيرابي ده عباره عن ان انا بعمل ديليفري اوف لوكالايز ديليفري اوف هاي دوز راديشن، ريزلتنج طبعا في دايركت دي ان اي دامج وانهبيشن اوف سيلر ريبليكيشن واندكشن اوف ابوبتوزس اوف التيومر سيلز. ازاي التكنيك؟ عن طريق ان انا بديليفر ايريديوم 192 او ايودين 125 السيدز دي على ريبون او امبريجنيتد واير للبليار اليوم من عند مكان التيومر، سواء من خلال البيركوتينيس او من خلال الاي ار سي دي او نيزو بليار تيوب انا اوريدي مركبها. وده طبعا الايريديوم 192 سيدز على النايلون ريبون. طبعا اول مره توصف الكلام ده ببنجامين واصحابه وكده والكوليجز بتوعه سنه 81، والمشكله ان الكلام على الافيكاسي سواء في ما يتعلق بزياده السرفايفل ميكسد ريزلتس، ناس تقول اه وناس تقول لا، الامبروفمنت اوف الستنت فيتنسي برضه ناس تقول اه وناس تقول لا. ده مش بس كده، ده الخناقه وصلت لهل هو لو دوز او هاي دوز. بتوع المايو كلينك بيحبوا الهاي دوز، بقيت الناس يقول لك لا يا عم كفايه علينا اللو دوز. مش بس كده كمان، هل الكومباينيشن مع الاكسترنال بيم راديشن والكيموثيرابي، يعني ده الحته الوحيده اللي ممكن يبقى فيها شويه ايفيدنس شويه. لكن قصاد ده عندي ريسك كومبليكيشنز كتيره زي راديشن اكسبوجر سواء للبيشنت او الستاف، وهو نفسه بيسد الدنيا فبيعمل كولونجايتس، بيعمل هيموبيليا، وبيعمل هيموراجيك جاسترايتس، ومش بس كده كمان دايما بيعمل ستنت مايجريشن في غالبيه الحالات. ده ينقلنا الحاجه الثانيه على طول، هي الفوتو دايناميك ثيرابي. ودي الفكره بتاعتها بتتلخص في ان انا هدي فوتو سنسيتايزر، ماده كيميائيه هديها انترافينس. الماده دي هيحصل لها ابتيك عن طريق التيومر سيلز، بعدين ابتدي ان انا اشغل الليزر بتاعي، فالليزر بتاعي يروح على السيلز اللي فيها الفوتو سنسيتايزر ده، يبتدي ان هو يشتغل، فيحصل ليبريشن اوف الاوكسجين فري راديكلز فتموت التيومر سيلز. مش بس كده كمان، بيعمل اسكيميا عن طريق الانتي انجيوجينيك افكت، فكمان بيساهم في التيومر ديث والاستحثاث بتاع الاميون ريسبونس في المكان اللوكالي بتاع التيومر. الاول جنريشن كان الفوتوفرين او البروفايمر صوديوم، والسكند جنريشن حاجات احدث شويه زي الفوسكان او الفوتوسان 3. دي اسامي الفوتوسنسيتايزرز اللي هي بتبقى انجكتد انترافينيوسلي، وبعد يومين الى 3 ايام بعمل الاي ار سبي، بدخل الواير للمكان بتاع التيومر، ومكان الواير اللي انا عديت فيه التيومر ده اشيل الواير واحط مكانه الليزر فايبر، اغطي مسافه 2.5 سم للتيومر، اشغل الليزر بتاعي ويبتدي ان هو يروح على التيومر سيلز اللي هي عامله ابتيك للفوتو سنسيتايزر، فيبتدي ان هو يعمل الايفكت بتاعه بتاع الليبريشن بتاع اوكسجين فري راديكلز والانتي انجيوجينيك ايفكت بتاعه والانفلاميشن اللي بيحصل نتيجه الاستيميليشن بتاع الاميون ريسبونس. وبعدين طبعا مطرحها بحط ميتال او بلاستيك ستنت. ادي منظر ام ار سي بي بيورينا هايلر ماس، كولانجوسكوبي باين مبين اهو ماس افكت وستريكشر ونودولاتي نودولاريتي ونيو فاسكولاريزيشن. ادي تاني يوم بعد الفوتو دايناميك ثيرابي، شايفين طبعا المكان اللي مكانه فيه انفلاميشن جامد واديما، ويعني كان في يعني في ديبريس، ابتدت اهو حته كمان فيها ديبريس وابتدى انه يحصل انفلاميشن جامد. طبعا بعد سنه زي ما انتم شايفين انه اليوم بقى بيتنت والدنيا بقت. ده ستاديز على الايفكتس بتاعت الفوتو دايناميك ثيرابي على السرفايفل. قالوا على البورفايمر اللي هو الفيرست جنريشن ده انه بيزود حوالي 10 شهور، والفوتو ثاني اللي هو السكند جنريشن ده بيزود 14 شهر للسرفايفل. السايد افكتس، هو فوتو سنسيتايزر فهو بفوتو دايناميك، فهو طبعا بيعمل فوتو سنسيتيفيتي، عشان كده لازم العيان بيفضل افويدنج الدايركت او الاندايركت اكسبوجر للسان لايت 4 الى 6 اسابيع. بيعمل طبعا بين ونوجيا، وبيعمل ممكن كولانجايتس، وطبعا ساعتها عشان كده لازم اركب ستنت ضروري جدا جدا. الراديو فريكونسي ابليشن ده الحديث دلوقتي، وهو ده الكلام عليه، ان انا بحط بايبولر كاسيتر وطبعا فيها فريكونت كارنت، هاي فريكونسي كارنت. طبعا هذا ده بيعمل ثيرمال انرجي، وده بيعمل لوكال كوجليشن. عندنا شركتين مشهورين، حبيب عامله اللي هو الانتو اتش اي بي، وتايوانج عامله السيستم بتاعه اللي هو الاندور لومينال راديو فريكونسي ابليشن اللي هو او الرا. ده
ده طبعا الراديو فريكونسي ده مثبت بافكاسي عاليه جدا جدا، لان هو بيعمل لوكال ثيرابي، وان هو ده اف دي اي ابروفد. ده المنظر بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين، ادي الكاثيتر اهي بحطها عن من خلال طبعا جايد واير، ووصلها طبعا للاستريكشر، بابلاي الكرنت بتاعي 7 واط في الانترا هيباتيك، 10 واط في الاكسترا هيباتيك، بقعده حوالي دقيقه ونص، وبعدين بريح 60 ثانيه في النص. طبعا ده بالنسبه للحبيب. بالنسبه للتايوانج شغله دقيقتين وريحه في النص 10 ل 20 ثانيه، وركب طبعا البلاستيك او الميتال ستنت ان بليس. خلينا نشوف في حاله كده، ادي البري راديو فريكونسي ابليشن كولانجوجرام، شايفين تايت ستريكشر خالص، وكمان الكولانجوسكوبي مورينا القصه دي جامد جدا جدا اهو. ادي الاستريكشر، وادي التومر سيلز، وادي النودولاريتي والفيسلز. ادي بنحط الكاسيتر وشايفينها ايه انسايتو في الفلوروسكوبي، وايميديتلي بعد الراديو فريكوانسي ابليشن ابتدى ان اليومن يتفتح قدامي، ويبقى فيه اليومن واضح جدا جدا للكولانجوسكوب. مش بس كده، كمان بعدها بس اسبوعين بنلاقي انه اليومن بيتنت ولطيف جدا جدا، وما بقاش فيه النيو فاسكولاريزيشن والنيودولاريتي اللي كانت موجوده تقريبا راحت، واليومن بقى واسع ولطيف جدا جدا جدا. مش بس كده، كمان خلينا نتاكد لما نيجي نعمل الكولانجيوجرام بعديها كمان باسبوعين، هنلاقي زي ما حضراتكم شايفين ان اليومن بتاعي بقى بيتنت وكويس جدا جدا. ده فيديو تاني بيعقد مقارنه ما بين البري والبوست راديو فريكوانسي ابليشن. شايفين على الشمال طبعا فيري تايت ستريكشر، حتى الجايد واير اصلا مش معدي، وانا حتى غالبا ده يعني جايد واير رفيع جدا ترومو او حاجه من خلال الكولانجوسكوبي، ومش قادر ان انا اعديه، شايفه بس اندر فيجن ان انا قادر ان انا اعديه التب بتاعته. بينما الناحيه اليمين بعد الراديو فريكوانسي ابليشن شايفين ان اليومن واسع جدا جدا، واقدر اعدي الجايد واير. الميديان رينج بتاع قبل الراديو فريكوانسي ابليشن لليومن كان 0 الى 1 مللي، وبعد الراديو فريكوانسي ابليشن من 4 ل 8 مللي، الافريج حوالي 5.5 مللي. طبعا شايفين الفرق كبير جدا بين الصوره الشمال والصوره اليمين. مش بس كده، في ستاديز كتيره ريسنت دلوقتي اتكلمت على الافيكاسي والسيفتي بتاعت الاندوسكوبيك راديو فريكوانسي ابليشن في حالات الكولانجوكارسينوما. مش بس كده، كمان ابتدوا يتكلموا على هل بلاستيك ستنت ولا ميتال ستنت، وهل ينفع اعمل راديو فريكوانسي من غير ستنت ولا لا. طبعا قال لك ان الميتال ان انت تركب ستنت ده هو الافضل كثيرا. قارنوا كمان الراديو فريكوانسي ابليشن بالفوتو دايناميك ثيرابي، او انه الراديو فريكوانسي ابليشن بيزود السرفايفل اكتر شويه من الفوتو دايناميك ثيرابي، يعني تقريبا الميديان سرفايفل 16 اشهر، وهناك زاد حوالي 7 اشهر ونص. مقارنه الراديو فريكوانسي بالفوتو دايناميك، ان الراديو فريكوانسي هو طبعا غالي بالنسبه لنا، لكن طبعا ان كومباريزون هو تشيبر وايزير تو بيرفورم، ومش محتاج سبيشال اكويبمنت، هو انت بس بتبعت تجيب البروب. عيبه بس طبعا ان هو بيريكواير دايركت كونتاكت، فطبعا لو الاستريكتشر فيري فيري تايت ممكن ما تقدرش ان انت تعدي الكاسيتر بتاعك. وكان عيبه انه ما كانش فيه ريزلتس كتيره متكلمه عنه، لكن طبعا اخر 3 او 4 سنين طلعوا عشرات الببليكيشنز والريسيرشز، ومنهم حتى راندمايز كنترول ترايلز اتكلمت عن الافكتس بتاعت الراديو فريكونسي ابليشن. الفوتو دايناميك كان عليه داتا كتيره قبل كده، وطبعا ميزته انه كمان الليزر هيروح للاماكن اللي واخده التيومر سيلز حتى لو ما هياش في الحته دي، لكن عيبه طبعا انه اكسبنسيف، ولازم العيان افويد السان لايت من شهر ونص، وهتكررها مرتين، يعني عاوز له 3 اشهر من ال10 اشهر اللي انت مزودهم له في السرفايفل ما يخرجش من بيتهم وقاعد في الظلام الدامس، وكمان مش اف دي ابروف. البروبوز لوك ريجنال اندوسكوبيك تريتمنت، بعد ما تتناقش مع العيان وتقول له الريسك والبنفيتس وكده، لو انت اخترت الفوتو دايناميك هتدي البرايمر بتاعه اللي هو الفوتو سنسيتايزر، اللي هو زي البرفايمر او الفوتوسان او وات ايفر. بعدها بيومين ثلاثه هتعمل الاي ار سي تي، لو حالته كويسه هتركب بلاستيك ستنت، لو حالته مش كويسه هتركب ميتال ستنت، وتعيد الكره تاني بعد شهرين ثلاثه. لو هتعمل راديو فريكوانسي يبقى نفس القصه برضو، جود كونديشن هتركب بلاستيك ستنت، بور كونديشن هتركب ميتال ستنت، وتعيد القصه تاني دي بعد شهرين الى ثلاثه.
انا كبسول ماجوريتي اوف الكولانجيوكارسينوما ار ريسكتبل وبيريكواير باليتيف بيلياري درينج. راديو فريكوانسي ده يوزفول ادونك ستنتنج عشان يمبروف البيتنسي، وهو دلوقتي اصبح فاست جروينج وبابليكيشنز كتيره جدا عليه. الفوتو دايناميك مثبت ان هو طبعا ليه سيرفايفل، لكن طبعا سايد افكتس بتاعته جامده، وهو اكستنسيف جدا ومحتاج ليزر ومحتاج ان انت تدي الفوتو سنسيتايزر، وده غالي جدا. طبعا في كونتروفيرشال داتا على الانترا اليومينال براكي ثيرابي، والكلام مش مشجع رغم ان هو يمكن اقدم واحد من الاثنين، فمش عارفين هل لو في اتعملت ريسيرشز جديده ممكن تعمل يعني ترجيح للريزلتس دي. طبعا المحاضره دي ومئات من المحاضرات موجوده على اليوتيوب شانل بتاعتي، يا ريت حضراتكم تعملوا لها سبسكرايب ويعني تشتركوا فيها وتشرفوني، وشكرا جزيلا طبعا لحضراتكم.